Lewandowski, boah, hat der das stark gemacht. Der Ball war ja überall, der flippert da in der Gegend rum. Aber der hat ihn immer unter Kontrolle. Ausgleich. Das war vom Reißbrett. Im wahrsten Sinne des Wortes, genauso wollte er es haben. Gegen Ulreich. Blockadia. Bochum führt. Ulreich gegen Koman. Tunnel von ihm und dann ein Traumtor von Gamboa. Was ist das denn für eine Riesenaktion gewesen? Die platzen hier vor Selbstbewusstsein. Der tunnelt Kingsley. Lokalia in der Mitte und Antwia J. Holtmann. Überragend. 4-1 Bochum. Ich muss kurz schauen, weil Süle ist mit da. Und da ist Lewandowski. Und das 2-4, eine Viertelstunde vor dem Ende. Ist das der Beginn der... ...29 Balanti. Und Lorenzo. Und Lorenzo! معلم يا لورينزو معلم يا لورينزو لعبها في مكان قاتل نابولي يفتتح التسجيل مفيش سبع دقائق أقل يرفعها من اليمين وهذه إيدين جيكو ترتد وإيدين جيكو البوزني لا يرحم البوزني لا يرحم لا يرحم أطلقها قوية بالعارضة وداخل المرمى بعد أن ديرو يتقدم أمام سكروبسي التسديدة قوية تحت في المرمى جول 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 جيرو إيموبيلي حطها في المرمى جول الهدف الأول لاتسيو يسجل يحولها إلى زكاني زكاني داخل المنطقة تحت التسديدة في المرمى جول 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 الفرحة من زكاني والإنهاء من زكاني الثاني يأتي لاتسيو يعزز التقدم حطها في المرمى جول رومي لويس ألبرتو إلى لاتزاري هل يأتي الثالث العرضية جاءت والثالث جاء جول 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 الأفراح مستمرة لاتسيو يسجل جول ثالث حطها في المرمى جول حطها في الذي سجل في شباك مونتينيري والكرة بالرأس وهدف أول للأهلي المصري هدف أول للأهلي المصري بعد كرة عرضية لعبت من محمد هاني في المرمى وبالتالي الأهلي المصري يتقدم على الهلال خاطئة من بيريرا سرعان ما تعود إلى مافيوسي لوجود صافرة من جديد وركلة حرة مباشرة أوه محاولة موجودة والتصويب القوية والعويس يبعد كرة بالرأس تمر والكرة في المرمى هدف ثاني للأهلي المصري هدف ثاني لمصلحة الأهلي المصري يسجل محمد هاني ثاني وجود الآن عرضية تصل والمحاولة بالرأس لكن الكرة تتخلص ترجع المرتدة شوف الاعتماد على الكرات المرتدة السريعة حذاري 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 الكرة في الجول الكرة في الجول هدف ثالث للأهلي المصري هدف ثالث للأهلي المصري مباراة غريبة في شوطها الأول بكل صراحة الإرهاق أثر على الهلال للفريق المصري والتسديدة قوية إلى خارج أرضية الملعب كل كرة يمشي الكرة إلى عمرو السولية قوية وهدف رابع هدف رابع للأهلي المصري في شباك العويس والجماهير المصرية تفرح بشكل كبير جدا بكرة عرضية خطر بالراس لوكاكو الله الله يا لوكاكو الأسمراني ينفجر الأسمراني يتألق أهلا بكم في أهداف لوكاكو في
في النهائي كأس العالم الأندية. الكرة عرضية دودو بتحضير خطيرة، اللمسة وتسديدة لكنها في أدب. تأكد من هذا القرار، نعم الاصرار يؤكد هذا القرار. تقدم تشيلسي بالهدف الوحيد، رافو مندي، رافو 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 فيجا يعود لبار براس. التعادل في النهائي من علامة الجزاء. يا إلهي إلى فيرنر وكرة، يا إلهي حلول لتشيلسي يسار، صار تسديدة لكنها بعيدة. يا لها من كرة قوية، نعم قوية قوية يسار. حكيم مرة أخرى، عرضية تبعد من الدفاع، تسديدة وتغطية دفاعية. هل في قرار الحكم؟ هل يحتسبها؟ نعم نعم نعم، لقد توقعتها وانتظرتها. هافرتز ويفرتون هافرتز والثاني، الله الله يا بيوز فعلها كاي، المفتاح الذهبي كاي هافرتز على كل هذا المرور. لكن في الله على كرة للغاية خطير، يشاهدون يتابعون ما يمرر إلى فينيسيوس بعيد من فينيسيوس جونيور إلى خارج أرضية الملعب الجهة اليسرى، ويمرر الآن كرة خطيرة للغاية لكن جارث بيل، جارث بيل يضيع أول شارع مفتوح لهذا النيجيريا الذي يلعب كرة خطيرة للغاية للغاية. وبعد ذلك بشكل ممتاز ناحية فالفيردي عادت سدد من مسافة بعيدة إلى خارج الطورة، لا زالت حاضرة وحده تيبو كورتوا يتصدى.